السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. تدشين العرض العالمي الأول للفيلم التسجيلي رحلة عبور صحراء الربع الخالي. توصيات عدة في ختام جلسات منتدى عمان البيئي الأول. المعرض الدولي الصيني للتصوير الضوئي يحط في العاصمة مسقط بعد طوافه بعدة مدن إسلامية. أهلا بكم. دشن العرض العالمي الأول للفيلم التسجيلي رحلة عبور الربع الخالي، الذي يحكي قصة رحالين عمانيين وبريطاني استطاعوا التغلب على 1300 كيلومتر سيرا على الأقدام وعلى ظهور الجمال. وجاءت هذه الرحلة لتقتفي أول عبور موثق لصحراء الربع الخالي، سجله الرحالة العماني الشيخ صالح بن كلوت والرحالة البريطاني برترام توماس. رعى التدشين صاحب السمو سيد أسعد سيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة. ثلاثة رجال في مواجهة أكبر صحراء على وجه الأرض، عامر لوهيبي ومحمد الزجالي والإنجليزي مارك إيفانز، لينتج فيلم تسجيلي يحمل اسم رحلة عبور الربع الخالي على قفا أول عبور موثق قبل 85 عاما خلت، لشخص يدعى الشيخ صالح بن كلوت وبريطاني يدعى برترام توماس. غير حم متوقعين الصعوبة هذه، وحنا انجزناها انجزة طوية، وطول عمر صاحب الجلالة يوم أسس هذه الرحلة حن طلعنا فيها وانجزنا فيها بالشيء الطيب. الرحلة انطلقت من أرض اللبان مشيا. العابرة حلوة أريام فانضمت الجمال إلى القافلة. الناقة أريام عافت المسيرة فعادت. أينما حلوا كرم العرب هنا. مروا على واحات خضراء. إصابة محمد ومرضه في الطريق. بئر ماء وارتووا بعد العطش. وهنا خبز على الجمر هو مأكلهم. أول أسبوعين ضيافة أهل الجنوب ما قصروا أبدا، طبعا أكثر من 28 رأس ذبحا في خلال أسبوعين، لذلك ما لمسنا أي أكلنا، لكن بعدها دخلنا الحدود السعودية مناطق غير مأهولة بالسكان، صارت الأكل خفيف جدا، مجرد العجين والخبز والتمر والماء. صعوبات الرحلة كانت بدنية وذهنية، حيث كنا نمشي 34 كيلومترا يوميا، كما أن ركوب الجمل شكل لي تحديا. ماذا قال حفيد ابن كلوت عن هذه الرحلة؟ فخور بهذه الرحلة، حيث أن الرحلة هذه من قبل كانت قبل 85 عام تحت قيادة الشيخ صالح بن كلوت وتوماس اللي هو جدي. الفريق دخل الدوحة وشهقوا بعد رؤية القلعة التي انتهى إليها ابن كلوت وبرترام توماس رحلته. رحلة عبور الربع الخالي لابن كلوت وتوماس في العام 1300 عادت مرة أخرى، فانطلقت من السلطنة لتمر بالمملكة العربية السعودية لتحط رحالها في دولة قطر. فارس بن جمعة لهيبي، مسقط. رفع المشاركون في منتدى عمان البيئي الأول الاستدامة في البيئة العمانية، التحديات والأفاق المستقبلية الذي عقد بمسقط، رفعوا برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.
أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لاهتمام جلالته بتعزيز الاستدامة البيئية ودعم جهود حفظ البيئة وتنميتها. وخرج المنتدى بتوصيات أبرزها صياغة استراتيجيات التوعية البيئية بناء على مناهج علمية. طلبة المدارس هم النشء الواعد في الحفاظ على استدامة البيئة. منتدى عمان البيئي وفي يومه الثاني حرصت الطالبة روز الحراسية ورفيقاتها بالحضور. وزارة التربية والتعليم ماذا بدورها في تثقيف الطلبة بمناهجها؟ فيما يتعلق بالمناهج أنا بذكر مثال بسيط عن منهج نسميه منهج من أجل الوطن، وهو منهج إثرائي لكن يركز بشكل كبير على قيم المواطنة ومن بينها مسألة المحافظة على البيئة والتركيز على التنمية المستدامة. خلال المنتدى طرحت نقاشات ومداخلات وأوراق عمل جميعها دارت حول محور البيئة، حيث تميز المنتدى بأسلوب النقاش الشفاف بين الحضور والمسؤولين في القطاع البيئي. لا يلام المواطن على قضية استخدامات البلاستيك لأنه ما عنده بدائل أخرى. المصانع الموجودة كلها مصانع بلاستيك، المحلات توزع البلاستيك. المجتمع واعي، المجتمع ملم بأخطار البيئة، لكن لا تستطيع أنك تجبر الجميع لظروف معينة بعدم استخدام البلاستيك. وهنالك حقيقة يعني في مقترحين الآن يتم دراستهم. المقترح الأول في دعم المصانع التي تصنع هذه الأكياس البلاستيكية لتتحول لصناعة أكياس بلاستيكية قابلة للتحلل، وهنالك أيضا مقترح آخر لتحويل البلاستيك هذا إلى أسمدة. يبدو مؤشر وعي المواطنين بالحفاظ على البيئة واضحا على أرض الواقع، حيث كشف المنتدى عن شراكة مجتمعية وأهلية لصون مكتسبات البيئة واستدامتها، فقد قامت إحدى الجمعيات ببحوث ودراسات ميدانية. مثلا من دراساتنا عن الرخمة المصرية اكتشفنا أنه عدد الرخمة المصرية في عمان يتزايد ويتكاثر عكس البلدان الثانية أنها قاعدة تقل أعدادها. عندنا دراسات عن الحيتان الحدباء مثلا ساعدتنا أن نتعرف على أماكن تواجدها تحركاتها في البحر العربي. المنتدى الذي جاء بتنظيم من مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني وجريدة الرؤية خرج في يومه الأخير بعدة توصيات أبرزها عقد هذا المنتدى بصورة سنوية بمشاركة مختصين بيئيين من داخل السلطنة وخارجها، إجراء مسح وطني لكافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتحديد مدى تناسقها مع أهداف التنمية المستدامة، وصياغة استراتيجيات التوعية بناء على المناهج العلمية. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. بعد طوافه بعدة مدن إسلامية مصورا ما تزخر به من ملامح متعددة الأوجه، يحط المعرض الدولي الصيني للتصوير الضوئي في العاصمة مسقط. المعرض يحوي أكثر من 150 عملا فنيا من 50 دولة إسلامية، ويفتح أبوابه للزائرين لمدة 5 أيام قادمة. ما يزال الصينيون يحيون ذكرى طريق الحرير بأنشطة وفعاليات تخلد ذكرى، منها هذا المعرض الدولي للتصوير الضوئي الذي يوثق صورا فنية للدول التي كانت لها الفضل في وصول الإسلام إلى الصين ليحط برحاله اليوم في العاصمة مسقط. من خلال هذه الصور نرى الثقافة الإسلامية بالتقاليد والعادات والعبادات وجميع ما تزخر به الثقافة الإسلامية من تنوع. التجار العمانيون تعدوا أسوار الصين وساهموا في نشر رسالة الإسلام عبر دماثة أخلاقهم، وهما جعل الصينيين يضعون مسقط على خارطة معرضهم المتنقل، مؤكدين بأن ملامح الثقافة الإسلامية العمانية الصينية لها جذور ممتدة منذ القدم يربطها تاريخ إسلامي وثقافي مشترك. يتضح لنا خلال هذا المعرض الضوئي أن هناك علاقات مشتركة بين الصين وعمان خاصة في نشر الإسلام. مجموعة متميزة من الصور التي تعكس الثقافة الإسلامية في كل من آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا
كانت حاضرة في زوايا هذا المعرض الضوئي التي عبرت الحدود الفوتوغرافية لتسرد لنا قصة فنية أداتها كاميرا ضوئية وميدانها الطبيعة والخيال. الصين فيه الكثير من التمازج وفيه الكثير من الحضارات، الثقافة الإسلامية لها خصوصية في الصين. هذا المعرض يمثل لنا التكافل بين المسلمين، صور من التكافل. احنا عادة تعودنا على ان نشاهد يعني نقرأ الثقافة الإسلامية من خلال الكتب والرسائل وغيرها، ولكن هنا انت ممكن تشاهد الثقافة الإسلامية منقولة لك من خلال الصور. اللغة البصرية هي من اللغات التي لا تحتاج إلى ترجمة، وهذا المعرض هي فرصة ان نتعرف على الحضارة الصينية من منظور مختلف، من منظور فوتوغرافي. عندما تمتزج ذائقة الفنان الضوئي مع حساسية الصورة الفنية تجدها أصدق عبارة وأصدق رسالة، تماماً مثل هذا المعرض الدولي للتصوير الضوئي الذي يعكس الثقافات الإسلامية وما يميزها عن الثقافات الأخرى. من الجمعية العمانية للتصوير الضوئي، محمد بن عمير الهنائي. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية، تتابعون فيها بعد قليل. مكتبة الإسكندرية تهدي 1500 كتاب لمكتبة جامعة الموصل بالعراق. أهلا بحضراتكم من جديد. تحتفل ولاية صور بمناسبة يوم الشعبانية الذي يوافق 14 من شهر شعبان، وينتظر الأطفال هذا اليوم سنويا، حيث يقومون بزيارة لأهاليهم وللأقارب والجيران. بهجة وفرحة وإشراقة ابتسامة على محيى الأطفال يوم ازدان بجمال الزي العماني وطابع الأصالة الذي يتباهى به أطفال عمان في لقاء جمعهم تحت أحد أشهر العادات العمانية والمعروفة في ولاية صور بالشعبانية. نزور الأهالي والجيران ونحصل على الهدية والشعبانية والحلويات. ندور حارة حارة أنا وصديقاتي، يعطونا فلوس نجمعها. وهي التي يحتفل بها أطفال ولاية صور في 14 من شعبان من كل عام في أحد المشاهد التي تسمو بموروثاتنا التقليدية نحو مزيد من الرسوخ والجمال. يجوب الأطفال مبتهجين في جمع عائلي أو من أبناء الحارة بزيهم العماني الجميل بين المنازل، حاملين حقائب مطرزة ومخيطة من القماش يضعون فيها النقود وبعض الحلوى. يزورون الأهالي والبهجة ترتسم على وجوههم فرحين بالشعبانية. يعتبر المحافظة على الموروث الثقافي والتراثي أحد أهم المرتكزات الأساسية لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشرق. ففي هذا اليوم تشارك ميفكو أبناء المجتمع الاحتفال بهذه المناسبة. هذا الموروث العماني الأصيل الذي تتميز به ولاية صور هو موروث تقليدي وحفاظ على موروثات الآباء والأجداد. تطور مفهوم الاحتفال بعادة الشعبانية لتشترك بتنظيمه المؤسسات الحكومية والخاصة بولاية صور كإدارة السياحة بالمحافظة وجمعية المرأة العمانية والهيئة العامة لحماية المستهلك في أجواء تحتفي بالأطفال وتزين الأمكنة، بينما أطلق أبناء الولاية واسم الشعبانية على مواقع التواصل الاجتماعي لتذكر المواقف الجميلة التي شهدتها الأجيال السابقة في هذه الاحتفالية. تمسك الأطفال بالإرث العماني
هو البوصلة الذي تتجه إليه الأسرة العمانية في تنشئة صغارها، وهو الرهان الذي يميز عمان في ترسيخ العادات المحمودة كصلة الأرحام والتواصل رغم طبيعة الحياة وتسارعها. يوسف بن علي البلوشي، ولاية صور، محافظة جنوب الشرقية. في إطار المساعي لإحياء مكتبة أشور بني بال التابعة لجامعة مدينة الموصل بالعراق التي دمرت بسبب الحرب الدائرة هناك، أهدت مكتبة الإسكندرية 1500 عنوان كتاب للمكتبة. يأتي هذا الإهداء ضمن حملة دولية وعربية لدعم مشروع لإحياء مكتبة أشور بني بال التي تأسست في القرن السابع قبل الميلاد، واستمدت اسمها من الملك أشور بني بال آخر ملوك الإمبراطورية الأشورية الحديثة. واحتوت مجموعتها على آلاف الألواح الطينية التي كتبت أغلبها باللغة الأكادية. ويهدف المشروع الذي انطلق في عام 2004 لبناء صرح حضاري يضم كل ما نشر من مقالات وكتب ودوريات عن تاريخ العراق عامة وعن التاريخ الأشوري خاصة. تعرض في دار مزادات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية مجموعة أعمال لفنان الجرافيتي بانكسي التي تحتوي على لوحات متنوعة من فن الشارع والفن المعاصر، حيث يعد بانكسي من أبرز رسامي الجداريات في العالم الذي اشتهر بأنه لا يعلن عن ظهور أعماله مسبقا وأن شخصيته غير معروفة لعامة الناس. ويناقش بانكسي غالبا في رسوماته قضايا سياسية واجتماعية. قبل اختام هذه النشرة مشاهدينا، إعادة لأبرز العناوين. تدشين العرض العالمي الأول للفيلم التسجيلي رحلة عبور صحراء الربع الخالي. توصيات عدة في ختام جلسات منتدى عمان البيئي الأول. المعرض الدولي الصيني للتصوير الضوئي يحط في العاصمة مسقط بعد طوافه بعدة مدن إسلامية. من قناة عمان الثقافية مشاهدينا الكرام، قدمنا لحضراتكم جولة أخبار الثقافة. تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.